من جديد هيرنانديز، هيرنانديز يحاول يوزع، لم يجد المساحة. طيب دييغو اللاعب بسرعة، يجب اللاعب بسرعة يا دييغو. دييغو من جديد يقطع الكرة، هيرنانديز، 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 والهدف، الهدف الأول، الهدف الأول للبرازيل، جول للبرازيل. السيليساو تفتتح النتيجة 1-0 في ملعب شينيان، إقصاء كومباني البلجيكي سهل العملية، والجماهير البلجيكية تتفاعل. البرازيل يعني بفضل لاعب مغمور، ليس رونالدينيو وليس دييغو وليس أندرسون، بل هو هيرنانديز. مراوغة أولى ثم ثانية ثم يضع على الرجل اليسرى، والتصويب يعني التصويب بقوة في ركن صعب وصعب جدا على الحارس البلجيكي لوغال بيلي. 1-0 لدونغا. دعني أقول اليوم الشياطين الصفر يعني.